ولا سيكا حبيب قلبي، انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد الدبليو سي ثانيه بس واجي لك. اوكي حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه ميه. كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميرة بحيل. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسة؟ عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكلية؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري، الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره؟ لا اخشى عليكي اخشى عليكي، بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليكي، معقولة كده؟ يا حبيبي. فاكره فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير اي حاجه؟ طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو، هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيل. ذكريات ذكريات زباله يا زباله بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل، طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي المشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دزمه يا دزمه، مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش. مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول؟ في ايه؟ سعادتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت؟ حفهم سيادتك، حفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحدة أصلا زبالة سوستة، أعمل لها إيه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت؟ برا برا، مش عايز أشوف خد إيدك تاني هنا خالص. ده أنت في بالة وهي أزبل منك. برا. وأنت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. برا. إيه يا حازم؟ أنت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، أمال الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ أحلى وردة لأجمل بنت في الدنيا. آه ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دهوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ يا
يلا بقى تصبح على خير. تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي. وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى. بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي اصل كلهم كانوا سهرانين. وبعدين انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف. ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا؟ كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه التانية. بطل يا اخي قله ادب. بحسب حد بينادي. مهم الراجل مدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا. طيب قوي قوي يعني. ملطردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا مخلط. آه. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما افطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده هو بيتكلم عن سميره؟ ها؟ زميلتك في الكليه؟ اه. لا يا نادر بيه لا 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 دي سميرة. دي زي أخته. أخته إيه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع. اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ آه خطب. شكري السيد آه خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. أيوة ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة. أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي. يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ. وخد أبوك في بطنك وتفضل واطلع بره. امشي بره امشي. ما تخافش من صوتك ما تخافش من صوتك. يلا مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه. يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى. سلام عليكم. الله ايه ده ايه ده دي الناس دي كده. صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعة. لا في حاجة سخنة؟ في مانجا سخنة. لا ده في قلة أدب وسفالة. يا نادر واضح إن في ندالة وقلة أصل. ليه يا نادر بقى دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ أنا أيوه حبيبتي في إيه؟ إيه اللي أنت جاي وشغال عندك ده؟ أنت تاني عمل إيه؟ بيعاكسني أنا وهبة. والمصحف معاكسني هبة. بتعاكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى فتي تطلع مين؟ دي تطلع من مراتي يا حيوان. يا نهار أسود منيل. طب بالنسبة لهبة ظروفها إيه؟ اطلع برا. ماشي 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 برا. الله الله شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان الان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت. حد لازق لهم بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول مفتولين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب؟
ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش وخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم، انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال، صحصح لي كده. ها، تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد تعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داسلك على طرف يا بابا؟ لا انا حفاهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد؟ انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنية، مفتوح العضلات، دي احسن حاجة فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمة، ها، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي.